عكس أداء محتشما بين الحسني والدفاع الجديدي. الأخير كان هجومه غائبا باستثناء محاولتين على خجل في مقابل عارضة للحسنية أوقفت أمر التقدم بهدف. أبرز ما سجل في الشوط الأول عارضتين للحسنية الذي تفنن في إضاعة فرص الفوز، ودائما التسديد كان الوسيلة لتحقيق التقدم. الركود والرتابة طبعت أداء الفريقين طيلة 20 دقيقة من الشوط الثاني قبل أن تسدد كرة انتهت بتدخل جيد للحارس أيوب لاما في الدقيقة 65. الحارس أيوب لاما تدخل كذلك موقفا هجمة خطيرة في الدقيقة 75، وأيضا أمام تسديدة باتريك بواكو في الدقيقة 84. مرمى الضيوف تحمل ضغط وابل من التسديدات سيما في الدقائق الأخيرة من اللقاء، كلها تحالفت مع الإخفاق وسوء الحظ في منح الحسنية نقاط الفوز الثلاث.